للسنة الرابعة على التوالي أحيا بانغوي بلوس جائزة التصوير الفوتوغرافي ضمن بيروت آرت فير بالبيال. شارك بمسابقة هالعام 180 مصور لبناني ناشئ، قدموا أكثر من 1000 صورة فوتوغرافية على أمل الفوز بواحدة من أكثر الجوائز المرموعة بلبنان بمجال التصوير الفوتوغرافي الفني. المرتبة الأولى لهالعام كانت من نصيب كارمن يحشوشي اللي تميزت أعمالها من حيث الموضوع ومعالجة الضوء والجمالية. الفرصة اللي قدموا لي إياها ببلوس بانغ كتير بشتكرون، رح يكون كتير صعب، بس إنه مع روجي مكارزل وكل الممبر دو جوري أكيد رح يكون إن شاء الله شيء كتير حلو. On doit trouver un équilibre entre la qualité photographique, le rendu, le propos et l'intérêt de l'histoire. بيطمح بانغ بيبلوس من خلال جائزة التصوير الفوتوغرافي أن يصبح الفن شكل من أشكال الفنون المستقلة والقائمة بحد ذاتها بلبنان.